بتقلك حبي وتقبلي حالك، ثقتك بنفسك بتكبر. إن لم تكتب كتابك فلا أحد سوف يكتبه لك. أنا ليلى مراد. اسمي حبيبة الصفار. اسمي دارين بربر. أنا بآمن إنه كلنا منمر بأشياء سلبية تنقدر نحولها لشيء إيجابي. برأيي القوة إنك تكوني جريئة، تكوني مختلفة، تتغلب عليها. القوة برأيي هي الثقة بالنفس، الإيجابية والشعور بالفخر. قوة المرأة هي قدرتها على مواجهة كل صعوبات المجتمع، وبنفس الوقت تهتم بحالها وصحتها النفسية والجسدية. ما في أجمل من المرأة الواثقة من نفسها. تقبل التحديات وعدم الاستسلام حتى لو ما كنتوا ready.